بطل جديد من أبطال لو نفسك تخس، أو بطلة جديدة من بطلات لو نفسك تخس من 124 ل 90 كيلو. هنعرف قصتها النهاردة في خلال الحلقة دي، ويا ترى خست ازاي وايه اللي عملته، هل في حاجة زيادة ولا مفيش حاجة زيادة؟ ده اللي هنشوفه مع بطلة جديدة من أبطال لو نفسك تخس. تسقيفة بقى. ايوه انت عايز تبقى رشيق، تبقى رشيق يعني اشترك في القناه بس كده. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، اسعد الله اوقاتكم بكل خير. اهلا بيكم على قناتكم وعلى صفحتكم لو نفسك تخس، والفيديوهات الحماسيه التشجيعيه اللي انت لو شايف انها مهمه تنساش تضغط ايه لايك وتشترك في القناه. معانا النهارده بطله جديده من ابطال لو نفسك تخس، و اسم حضرتك رانيا. ازيك يا استاذه رانيا؟ كده حضرتك عامل ايه؟ كام كيلو كده معدل نزولك؟ نزلنا 34 بالظبط في 8 اشهر، واول 3 اشهر ما كانش في حركه لان في اصابه بالغضروف في شوكه عظميه. حاليا انا بس ماشي، ما فيش اي نشاط. يعني انت خسيتي لما الدكتور قال لك لازم تخسي؟ لا، هو قال الغضروف، هو قال لي بنفس اللفظ كده. انا عيبي كان الحلويات، قال لي قومي من على حله المحشي. فقلت له لا، انا صححت له المعلومه، قلت له لا انا مش باكل محشي، انا بقوم قول لي قومي من على الحلويات. صراحتك تعجبني الصراحه. قال لك كده صريحه، ما تقلقش. لا حضرتك حدد، انا بحب الحلويات مش المحشي. لا حدد يعني. الله، انا عارفه انا اتخنت من ايه، فانا باكل حلويات كتير، بس هي دي كل مشكلتي في الدنيا. طبعا هو الدكتور قال لك حضرتك مش هينفع ان انت يعني بجسمك ده بوزنك ده ان انت تتعالجي، ولو اتعالجتي هيبقى حاجات مؤقته وهترجعي تاني زي الاول، صح؟ قال لك لازم تخسي. كورسات 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 كورس 3 اشهر كورس 3 اشهر كورس 3 اشهر لغايه اما الدنيا مشيت خالص. احنا لاول اول شهرين، اول 3 اشهر اخري اروح الحمام واجي واروح له العياده بس، وقبل ما اروح له بحدد الميعاد علشان اجي ما اقعدش. فيش قاعده. اخبار احساس الالم والقعده في البيت ايه؟ يعني ان انت كده تحس ان بالعجز ايه؟ لا، ده ما يتوصفش، ده ما يتوصفش. كفايه ان انت تبقى عاوز تنزل تروح تجيب حاجتك، تجيب حاجه اقل حاجه، عاوز تنزل تجيب حاجتك، عاوز تقوم تعمل اكلك، ده ابسط حاجه اهو يعني، عشان تعمل بس اكلك، لقمه تحضرها، تعمل حاجه، مش قادره، بقف بتعب. طب هعمل ايه؟ الدنيا هتبقى ازاي يعني؟ الدنيا هتمشي بعد كده ازاي؟ وبعدين انا كان اسود يوم في حياتي يوم ما قال لي انزلاق في الغضروف، انزلاق في الغضروف، انزلاق في الغضروف، وفي الفقره الرابعه عندنا مشاكل، وانزلاق في الفقره الرابعه والخامسه فقرات الرقبه. فخلاص فاضل ايه؟ فاضل ايه تاني؟ وفي شوكه عظميه في الرجل، ففاضل ايه تاني؟ بس في ناس متبقاش قادره يعني تستوعب ان كل ما زاد وزنك انت كده ده حمل على الجسم، زي بالظبط كده العماره، لما يجي في عماره بتبني مثلا ادوار مخالفه يقول لك دي ادوار مخالفه، هم مش بيهدوها علشان خاطر ان هم عايزينها كده، لا، هو علشان ان المبنى ده الاعمده بتاعته مصممه ان هي تشيل وزن معين، وده تقريبا يعني المهندسين المدني عارفين ده، ودي حسابات. العمود كل ما يزيد حجمه مفروض ان هو يشيل عدد ادوار اكتر، ما ينفعش ان انا اعمل عمود رفيع واطلع مثلا بدل 3 ادوار 6-7 ادوار، ايه اللي هيحصل؟ هيحصل ان المبنى ده هيقع سواء دلوقتي او بعدين. نفس القصه مع الجسم، كل اللي بيحصل لك ان انت حتى لو انت قادر تمشي وشايف نفسك خفيف دلوقتي، بعد شويه مش هتقدر، بعد شويه هتقع. الجسم بيستهلك سريعا، يعني بدل ما حضرتك كده هتعيشي بالغضروف بتاعك مثلا سليم ومية مية 70-80 سنة لغاية كده ما نلقى الله إن شاء الله يعني، لا ده 30 سنة 35 سنة تلاقي نفسك ماشي ماسك ظهرك ماسك رجلك زي حالاتي زمان، غضروف في الركبة وهكذا. فلازم بقى نعرف ان كل ما زاد وزنك هتزيد المشاكل عندك، صح كده ولا ايه؟ بالظبط. لا ده مشاكل كتير. وبعدين خد بقى عندك نهجان، انت مش عارف تمشي، مش عارف تتحرك، اقل خطوتين جنابك بتشد عليك، مش عارف تعمل اي حاجه في الدنيا، خلاص الدنيا وقفت. فحتى اقل المشاوير اللي هي اللي انت رايح تجيب حاجتك، رايح تعمل اي حاجه، مفيش، مش قادر،
ما انت طب ماشي بتنزل وبتضغط على نفسك وبتجيب حاجتك وبتيجي وبتعملها، بس انت مش قادر، انت تعبان. حضرتك كنت بتاخدي كورتيزون اكيد؟ بالظبط، ده في الفتره الحاليه. طيب تمام، معنى في ناس بتتلكك بقى بموضوع الكورتيزون، يقول لك اصل انا باخد كورتيزون فمش هقدر التزم ومش هخس. بتاخد كورتيزون وخست كام؟ 34 كيلو. ما هو بص النظام بتاع حضرتك بالنص بالملي، نظم بقى نفسك انت بقى في الوجبات الخفيفه. ما هو انا مش هاخد كل حاجه على القلق ده كله، لا يعني مش هاكل كله في وقت واحد، وزعها اليوم بالظبط لغايه اما خلص. يعني انا الناس اللي بتتحجج بالكورتيزون وان هم بياخدوا كورتيزون فنفخنا حبتين ثلاثه والكلام ده كله، مفيش الكلام ده. انا بتحقن كورتيزون، في ادويه معايا حاليا بقى فيها كورتيزون، فخلاص فاضل ايه تاني؟ ده بعد اما الخساسان وبعد ما الدنيا مشيت شويه بدا يبقى في ثبات شويه، بس مش مشكله، ده نتيجه ان خلاص الوزن بقى يعني زي ما قالوا لي قربنا من المثالي. الحمد لله. كمان يا اللي هي الاهم كله في المأساة. الحمد لله. وقلنا طبعا انت خسيتي في 8 شهور بالظبط، فطبيعي جدا مع الكورتيزون مع الادويه مع قله الحركه ده طبيعي، يعني طبيعي. بس في ناس تقول لك لا اصل 8 شهور كتير. طب ماشي يا سيدي 8 شهور كتير، هتعمل ايه يعني؟ ما هو انا لو قعدت ال 8 شهور دول افضل اكل تاني. ايه اللي هيحصل؟ اللي هيزيد 35. احنا من 124 ومن الاساس انا كنت 130. قعدت 6 كيلو عشان مش لاقيه جهاز اشعه مقطعيه يقفل عليا. انت متخيل كمان يعني حتى وانت عيان مش عارف تتعالج، مش لاقي معاك ومعاك تحفه في كل حته، بس مش عارف تلاقي جهاز اشعه مقطعيه يقفل عليك. من 130 لغايه 124 على الخاص ما كنتش باكل، لغايه كام يوم الدنيا قلت شويه علشان يا دوبك الحزام بس واقف ادخل جوه الجهاز. يعني احنا عشان يتعمل لي الاشعه المقطعيه يعني على الظهر يعني بس، مش اكتر. ممكن يجي علينا وقت كمان بسبب السمنه، بسبب امراض السمنه احنا مش عارفين حتى نتعالج، وده انا شفتها بنفسي مع ناس كتير جدا كان عندها محتاجه عمليه زي الزايده وغيرها من العمليات. الدكتور يقول له انا مش هعرف اخدرك، يعني التخدير هيبقى صعب. الحاجه الثانيه اني انا مش هعرف اوصل من كتر الدهون للمكان ده، يعني انت عندك كميه دهون في المكان ده. والمبابه نفس الموضوع بالزبط. لما رحت عشان اعمل عمليه المبابه ما هو خلاص حصوات في المبابه نتيجه الدهون ونتيجه التراكمات بقى اللي بتتاكل اكل 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 اكل، خلاص ما انت بتاكل حاجات حلوه كتير، ما هو بديهي ان هو في دهون، خلاص هي مش قادره انها تتصرف في المبابه، هتعمل فيك ايه؟ كونت لك حصوات، التهاب مزمن، 4 دكاترة علشان يقولوا عملية، وكل واحد يقولي اعمل ايه بوزنك ده؟ اعمل ايه انا هروح فين ولا فين ولا فين بوزنك ده؟ اعمل ايه انا؟ هو المشكلة اللي بتواجه دكاترة كتير في العلاج، دكاترة كتير بتواجههم في العلاج يقول لك انت وزنك زيادة، انا يعني حتى العلاج او كمية العلاج عشان تبقى مؤثرة عليك بيزود لك الجرعات احيانا في بعض الحالات يعني عشان يقدر يتعامل معاك، وده بيأثر على أجهزتك. يعني الكبد ده يعني بيقول لك ارحمني. فمن الآخر من الآخر هتاكل مظبوط هتلاقي جسمك اتظبط، هتعيش حياة سهلة. هتاكل غلط وزنك مش هيبقى مظبوط، هتعيش حياة صعبة. انت اللي ليك الاختيار، صح؟ بالظبط، ده غير الإحراج في محلات اللبس بقى. يعني دي بالنسبة للمرض أقل حاجة. دي أقل حاجة بالظبط كده. أما تدخل تلاقي بلوزة عجباك كده وعايز تجيبها، لا مفيش مقاسك يا فندم. طيب ماشي، طب أنا عايزة زي دي، لا ما هو مقاسك مفيش إلا الكحلي دي، مش عايزاها أنا، مش عايزة أنا اللون ده. أنا هو أنت بقى بيتفرض عليك، هو اللبس ده مثال للفرض عليك في بعض الأمور زي اللبس، لكن معلش أنا آسف يعني بعض الناس بسبب الوزن بيتفرض عليها حاجات كتير جدا في حياتها، مش بس اللبس، ممكن المكان
ما تقعدش هنا واقعد هنا. القعده مع الناس اقعد مع الناس دي وما تقعدش مع الناس دي. انت نفسك بيجي عليك وقت بتقفل على نفسك، مش عايز تشوف الناس دي، لان الناس دي بتسمعك كلام حتى لو هم بيحبوك فبيسمعوك كلام يضايقك. انا تعبت، يعني اللي هو فاضل ايه بقى؟ لا لبس ولا تعب، يعني هي كلكم والتعب بقىكم. التعب ده حاجه تانية خالص خالص خالص، يعني يا ربنا ما يكتبها على اي حد يا رب. ويأس ووجع وحاجات كتير جدا. يلا الحمد لله، ربنا يديك الصحه يا رب وموفقه كده ان شاء الله باذن الله يا رب. وجزاك الله كل خير عنا وعن اللي بتعمله عننا، لان حضرتك بصراحه حد طلب منك فلوس عشان نديك النظام ولا حاجه؟ لا والله ابدا. لا والله لا والله، لا فلوس ولا تعالي علشان نصور معاكي ولا معرفش ايه ولا الكلام. الصحة يا رب، ربنا يديك الصحة. فيعني صدقوني والله ما في قدامك غير حاجة واحدة بس، وسيلة واحدة بس للتغيير، هي الأكل. ولو انت ما بتقدرش تتحرك، ما بتلعبش رياضة زي الظروف الصحية، تاخد كورتيزون، عندك مشكلة أي حاجة، صدقني هتخس برضو. يعني هتخس، ممكن يكون ابطا سنه بس هتخس برضو. عايزين بقى نكرم الاستاذه رانيا. اتفضلي يا استاذه رانيا، دي الشهاده ودي الميداليه الذهبيه من لو نفسك تخس. يعني اتمنى ان انت تعتزي بيها كده. و والله العظيم هفضل معاكم على طول، يعني ما تقلقش، لان انا مجرد بعدي عن الصفحه انا بحس ان انا غريبه. ما بعرفش القطع. ايوه عارف بدل الاحساس ده، يعني لا اليومين دول اللي هو ايه، في حاجات مش لاقياها، ففي حاجات مش نازله معايا، اللي هو في ايه، اقفل التليفون وافتحه، اعمل ريستارت تاني، في ايه اللي حصل، في ايه اللي جرى. ربنا يخليك يا شكرا لحضرتك يا استاذه رانيا، واحلى تسيفه لبطلتنا النهارده. تحياتي ليكم. حد عايز حاجه؟ صباح الخير. هنقفل الحلقة ومعاكم. تحياتي ليكم واستودعكم الله الذي لا تضيع ودعوه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بقى يلا السلام عليكم. علشان توصل لأنظمة لو نفسك تخس بكل سهولة، ادخل على جوجل واكتب لو نفسك تخس، هيطلع لك كل وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بلو نفسك تخس، زي قناتنا على اليوتيوب لو نفسك تخس، واللي فيها أكتر من 1,000,000 مشترك، وبينزل عليها الأنظمة بشكل مستمر مع الشرح الكامل، وكمان فيديوهات تشجيعية يومية. ودي صفحتنا على الفيسبوك لو نفسك تخس، واللي فيها أكتر من 2,700,000 متابع، وبينزل عليها أنظمة لو نفسك تخس، وكمان تشجيع بشكل مستمر ومتابعة مستمرة. وده حساب الرسمي على الانستجرام لو نفسك تخس، وده تطبيقنا الرسمي لو نفسك تخس، وده موقعنا الرسمي لو نفسك تخس، ودي قناة التليجرام الخاصة بلو نفسك تخس، ودي قناة مطبخ لو نفسك تخس الخاصة بإعداد وصفات الطعام الصحي بشكل عملي وسهل. أما قناة مهندس دايت فهي القناة الخاصة بحياتنا بعد التثبيت، ودي اللي بنشرح فيها نظام التثبيت وما بعد التثبيت، وإزاي نتشجع علشان نحافظ على رشاقتنا. ولو حابب تكون داعم لينا في تطوير محتوى لو نفسك تخس، فده حسابنا على باتريون.